الجمعية التلفزيون الأخ أحمد عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين كافة الفعاليات مخيم الجلزون يسعدني أن أرحب بهذا الحفل الكريم بكل المؤسسات من مختلف مناطق الوطن. بداية رمزية المكان، رمزية مخيم الجلزون، رمزية كل مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات هي نتيجة وعد كل فرد. والحديث عن المسؤولية تبدأ من هنا، تبدأ المسؤولية في بريطانيا وخلال عملية التهجير. العصابات الصهيونية اقترفت ما يقارب من 34 مجزرة في فلسطين التاريخية، وكان ذلك خلال فترة الانتداب البريطاني. وعد بلفور أعطى لمن لا يستحق. ومن هنا البداية الأساسية، نحن كفلسطينيين علينا أن نتخلص من وهم موجود في أذهاننا أنه ممكن بريطانيا يوما من الأيام أن تنصف هذا الشعب. والوهم المتركب في الأذهان أيضا أن أمريكا ممكن هي أيضا أن تكون عادلة ما بيننا وبين الإسرائيليين. لكن نقطة البداية هي نحن الفلسطينيون أن نبدأ من الوحدة الوطنية. لا مجال لمواجهة كافة التحديات بدون عملية إنجاز الوحدة الوطنية. لقد مضى ما يقارب 10 أعوام على الانفصال البغيض، وتم عقد مئات الجلسات ما بين كافة الأطراف من أجل إنجاز عملية الوحدة، ولغاية الآن لم نسمع شيء. فماذا ننتظر؟ ترامب قدم هدية للفلسطينيين، وهذه الهدية تتمثل بقرار نقل السفارة للقدس. هدية أخرى قدمها ترامب الموافقة دعم عملية الاستيطان والموافقة عليه نتنياهو كمان أعطى شرعية للمستوطنات. المستوطنات أكلت ما يقارب 70% من الضفة، بمعنى أن عملية التسوية نفسها هي تعيش أزمة. ولكي نتخلص علينا أن نعيد بناء وحدتنا الوطنية مرة أخرى. الموضوع الثاني مئوية وعد بلفور. هذه المئوية تتطلب منا جميعا أن نغرس في أذهان أطفالنا كافة أن حق الأرض هو حق مقدس، وأن المكان المخيم هو مكان مؤقت، وأن الأصل هو في الدوائر وبيت نبالة واللب والرملة، ويجب أن يتركز ذلك في مناهج التعليم الفلسطينية. أن تتحدث مناهج التعليم عن المذابح التي تم اقترافها، لا أن يتم حذفها من مناهج التعليم. وهذه مسؤولية منظمة التعليم الفلسطينية. كيف سيتم زرع الذاكرة الوطنية في أجيالنا ونحن في مناهج التعليم لا نتحدث عن هذا الموضوع؟ بصراحة ما هو حجم موضوع اللاجئين وحق العودة في مناهج التعليم؟ هذا هو الأساس. بريطانيا لم تعودنا إذا لم نحن نعوض أنفسنا. إحنا الأصل. اللاجئين الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية هي الأصل. ماذا تنتظر القيادة الفلسطينية حتى تتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؟ هذا هو الأساس في محاكمة الكيان الصهيوني. نحن ندرك أن المعطيات الدولية قد تكون عامل ضغط على الكيان الفلسطينية،
ومنها أن تفعل بما لا تستطيع، لكن الأساس أن الحق يمكن أن لا تتنازل عنه مهما بلغت عليكم النطاق. وأنا وفي الختام أطالب القيادة الوطنية الفلسطينية بأن تتبنى هذا المبدأ لو جبر الأطار الناجي مع نوع البلفور. كان كلنا نجي مع نوع البلفور هو منحنا خيانة الناجيين المدافع الشتات. هذه هي النتيجة. الحل هو تنفيذ قرار 194. هذا هو الحل العادل لقضية الناجين الفلسطينيين. ومع ذلك هو وهم. وفي النهاية أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة المؤسسات التي نظمت هذا الحفل واختارت مكان جلزون، مخيم جلزون، ليكون نقطة انطلاق. هذا المخيم الذي قدم ما يزيد عن 30 شهيدا، 60%